أهلا بكم في الخط الأخضر. لم تدخر إسرائيل جهدا في سبيل دق الأسفين بين العرب قبل النكبة وبعدها لتحقيق المبدأ الذي تعتبره أحد أهم سبل استمرار قيمها، مبدأ فرق تصد سعيا للتفرقة الطائفية. استغلت إسرائيل الحساسية الطائفية بين العرب في الداخل وسعت لتقسيمهم إلى 4 مجموعات، مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو، وجهدت لجعل الدروز جزءا من المجتمع الإسرائيلي وسلخهم عن الهوية العربية الفلسطينية. في سبيل ذلك فرضت عليهم التجنيد الإجباري وحاصرتهم اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا وقوقعتهم اجتماعيا. في هذه الحلقة نناقش محاولات إسرائيل لسلخ العرب الدروز عن هويتهم وقطع امتدادهم العربي والفلسطيني ضمن محاور 3: التجنيد الإجباري، القوقعة الاقتصادية وسوق العمل، السيطرة على مناهج التعليم. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب ومدير مركز إعلام للبحوث والحرية الصحفية بروفيسور أمل جمال، والمحامي والناشط ضد تجنيد العرب الدروز يامن زيدان. أهلا بكما. وقبل بدء نقاشنا دعونا نشاهد التقرير التالي الذي يستعرض أبرز المحطات في تاريخ العرب الدروز في فلسطين وبلاد الشام. سعت الحركة الصهيونية بدءا من هبة البراق عام 1929 إلى تشجيع فصل العرب الدروز عن سائر العرب وتحويلهم إلى قومية مستقلة. أعلنت قيادات درزية تقليدية عام 1930 الحياد في النزاع الصهيوني الفلسطيني، ورغم الحياد المعلن لقيادات تقليدية إلا أن قائد جيش الإنقاذ فوز القوقجي نجح في تشكيل كتيبة درزية عربية قوامها 500 مقاتل خاضت معارك ضارية في هوشة كساير. وفي محاولة للرد على الكتيبة احتلت العصابات الصهيونية حقول القرى العربية الدرزية وهددت بإبادتها بالكامل. وقبيل النكبة شكلت العصابات ما يعرف بوحدة الأقليات المكونة غالبيتها من المقاتلين الدروز. الجهاز الإعلامي الإسرائيلي استغل الوحدة الدرزية في الحرب النفسية. كشف مسؤول في الخارجية الإسرائيلية عام 1948 أن الهدف من التجنيد هو دق إسفين في قلب الوحدة العربية. شهد التجنيد الإلزامي الذي فرض رسمياً عام 1956 رفضاً شعبياً كبيراً، ولم تلبي إلا أعداد قليلة من الشبان دعوات التجنيد. استخدمت السلطات الإسرائيلية القوة الأمنية من أجل تغيير موقف الشبان الدروز وإخضاعهم لإسرائيل. أهلاً بكم مجدداً. دكتور أمل، من قبل النكبة حاولت الحركات الصهيونية مراراً كما رأينا في التقرير سلخ الدروز عن هويتهم العربية وهويتهم الفلسطينية، واستطاعت فعلاً فرض التجنيد الإجباري عام 56. كيف حصل هذا التحول؟ أولاً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك خلافات داخلية داخل الطائفة الدروزية كانت بين قيادات من نوع أنواع مختلفة، في الأساس عائلية، ولعبت المؤسسة الصهيونية دور كبير جدا في تعزيز هذه الخلافات وتجنيد بعض القيادات لصالح موقفها، ما حتم صدمات داخلية داخل الطائفة. وفي نهاية الأمر شغلت المؤسسة كل ما لديها من قدرة على الإقناع وقدرة على تحفيز قيادات معينة بمقابل طبعا استحقاقات معينة قدمتها لقيادات، إن كانت عضوية في الكنيسة، إن كانت وظائف مختلفة، وبالتالي خلقت حالة لعبت فيها هذه القيادات التي لها مصلحة ارتبطت مصالحها بمصلحة المؤسسة دور قوي جدا في فرض واقع معين هددت فيه موقع القيادات التقليدية الدينية في الأساس، وخضعت القيادة الدينية في نهاية الأمر لإرادة القيادة السياسية التي مرتبطة بمصالحها بالمؤسسة الإسرائيلية. يعني كان هناك علاقة بين القيادة السياسية والقيادة الدينية في الطائفة. كان هناك صراع كبير جدا. يعني القيادة الدينية في بداية الأمر اعترضت على كل هذا الموضوع خوفا على الطائفة، خوفا على ارتباطات الطائفة مع محيطها العربي، وجود طائفة درزية في لبنان، وجود دروز في سوريا، وصرحت عن ذلك بشكل واضح. إلا أن مصالح القيادات السياسية سخرت لفرض واقع معين لم تريده
أغلبية الدروز في تلك الحالة، يعني في 56 كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا ضد التجنيد الإجباري، ومع ذلك أرادت المؤسسة أن تفرض هذا الواقع وفرضته بشكل قسري. يمن دكتور أمل تحدث عن رفض شعبي لأبناء الطائفة الدرزية للخدمة الإجبارية وللتجنيد الإجباري. أولا، كيف تصدى هؤلاء لهذا المخطط؟ القيادات الدرزية ما قبل 48 كانت طبعا هنالك قيادة سياسية وقيادة دينية. القيادة السياسية تمثلت بعائلة خير من أبو سنان تحديدا على مستوى درزي في الداخل الفلسطيني، وهي كانت قيادة وطنية، وهي التي أصدرت في حينه 1929 الحياد عن الصراع النشاشيبي والحسيني، والقيادة الدينية تمثلت بعائلة طريف. بعد 48 ما حدث للقيادة السياسية هو تماما ما حدث مع القيادة السياسية الفلسطينية، تم تشتيت واستبدال القيادات السياسية الفلسطينية بقيادات سياسية أخرى، وهذا ما حدث يعني مع كل المجتمع الفلسطيني. تم تشتيت في 48 كل القيادات الفلسطينية التي كانت فاعلة في الثورة ولاحقا في الحرب ضد العصابات الصهيونية في 48. كذلك تم إسقاط قيادة عائلة خير واستبدالها بشخصيات كانت تتعامل بشكل فردي وليس بشكل جماعي، بشكل فردي، لم تكن تمثل شرائح من المجتمع أو من الشارع الدرزي قبل 48، استبدلوها بهذه القيادات التقليدية. يعني عمليا غيرت بنية المجتمع بالضبط. فهذا يؤكد ما جاء عليه البروفيسور أمل جمال لاحقا بأن هنالك كان ضغوطات سياسية، هذه الشخصيات قيدت على الدروز وفرضت بعض الأمور. يجب أن نأخذ بحين الاعتبار أيضا بعض العوامل مثل عدد الدروز آنذاك، يعني في 48 لم يتعدى، ولكن كيف قاوم الدروز نحن سأتي سأقول هذه النقطة، ولكن عدد الدروز هذا عامل مهم جدا. عدد الدروز في 48 لم يتعدى 11,000 نسمة، وفي 56 حين فرض التجنيد الإجباري لم يتعدى عدد الدروز 13,000 نسمة في حين وفي فلسطين، فتم الاستقواء عليهم. طبعا إسرائيل استعملت جميع الوسائل إن كان القانونية أو العسكرية أو لإخضاع الدروز في حين، ولكن المعارضة تجسدت في حينه أولا بأن هنالك خرجت العديد من القوائم، من الإمضاءات، من العرائض الاعتراض على هذا القانون وفرض هذا القانون أو فرض هذا الأمر، لأنه يعني وزير الأمن الإسرائيلي في حينه تم إعفاء جميع العرب ما عدا الدروز من التجنيد الإجباري، فالقانون قائم ولكن يحق بالضبط. فمعارضة الأولى كانت من خلال العرائض، عرائض الامتناع عن التجنيد. أيضا كان هنالك هروب يعني ومقاومة، بما معناه هنالك المئات من الشباب الذين هربوا من البيوت يعني هروبا من التجنيد، وقاموا باعتقال إسرائيل كوسيلة ضغط على الأهالي وعلى الشباب، قاموا باعتقال الأهالي، قسم الأهالي والأمهات والعديد من الشخصيات من أجل الفرض على الشباب لكي تخضع لأمر التجنيد. يجب الإشارة بأنه على ما أذكر في 56 كان هنالك 270 أمر تجنيد للشباب الدروز في جميع القرى، من امتثل من كونه لهذا التجنيد ما يقارب 80 إلى 120. وأيضا يعني هؤلاء الذين امتثلوا الجزء الأكبر منهم كان أساسا متطوعا في الجيش، فتم تحويل هذا التطوع إلى تجنيد إجباري، فبالتالي نحن نتحدث على معارضة كبيرة من قبل الدروز في حينها. دكتور أمل، كيف تعاملت إسرائيل حينها مع هذه المعارضة الشعبية؟ بالقمع، أولا بالقمع، يعني حاولت المؤسسة أن تفرض واقع سياسي محدد، واقع سياسي قانوني محدد. للمؤسسة كانت أهداف واضحة وهو نزع الكم الأكبر من المجتمع الفلسطيني في تلك الفترة عن مجمل الشعب الفلسطيني، وطبعا تم استهداف القطاعات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني. واضح جدا بأنه ليس فقط أن المجتمع الدرزي مجتمع ضئيل عدديا، وإنما الأقل تعليما، الأقل نضوجا
ثقافيا، الأضعف اقتصاديا في المجتمع الفلسطيني اللي يسكن في قرى في أطراف فلسطين. وأيضا عملية تسخير الدروز كانت صفقة اقتصادية أكثر منها صفقة سياسية. يعني عملية التجنيد بالنسبة للذين ذهبوا إلى التجنيد لم تكن إبداء رأي سياسي أو موافقة قانونية، وإنما كانت صفقة سياسية، لأنه القيادات أقنعت الأهالي صفقة سياسية بين الأهالي وبين الجيش. هذا من جهة، من جهة أخرى بس لإتمام الإجابة، كل من لم يذهب إلى التجنيد كما قال الأخ يامن، يعني إما أسر اعتقل من جهة، إما طبعا تم مواجهة الأهل. وأنا أذكر حتى في سنوات الستينات يعني كانت هناك مواجهات كثيرة في محيطي أنا مثلا في يركا، كانت هناك مواجهات كثيرة، كان هروب كبير جدا من قبل العديد من الشباب، ولكن كانت هناك دفعات من هجمات الشرطة على البيوت من أجل الاعتقال. طب يمن تحول نوعا ما التجنيد الإجباري إلى أمر طبيعي وتجند الكثير، ولكن اليوم نشاهد العديد يعني الكثير من الشباب الدروز الرافضين للخدمة العسكرية. أولا ما أسباب ذلك والمجاهرة أيضا؟ يعني هل هناك انكشاف أكثر إعلامي ووعي أكثر، أم أن الرفض فعلا يزداد؟ الرفض قائم منذ سنة 1956 وحتى اليوم، وفي سنوات الثمانينات على سبيل المثال، خصوصا عند اجتياح إسرائيل للبنان واحتلال الجنوب اللبناني ووصولا إلى بيروت، كانت هنالك دفعات ورفض كبيرة. يعني أنا أسمع من بعض الشباب أن كانوا موجودين في السجون العسكرية وكان معهم 70 و80 و100 وأكثر من 100 شاب من الرافضين. لا شك بأن الإعلام دور اليوم بإبراز هذه الظاهرة أو هذا الرفض المتجذر عند الدروز منذ اليوم الأول لرفضه. ولكن هذه المجاهرة أنا أظن بأن هي إيصال رسالة وموقف، وهي دليل أيضا على رغم نجاحات إسرائيل بسلخ أو بتمييز الدروز عن باقي العرب الفلسطينيين، وإن كان فقط إعلاميا، إلا أن هنالك فشل نسبي أيضا لهذا المشروع بسلخ الدروز، وهي هذه الأصوات الجهورية التي تخرج. هل يمكن جهوراً هذا أن يؤدي إلى إلغاء القانون مثلا؟ إلغاء القانون لا يعني لا يتم إلغاء القانون، لربما إلغاء الأمر، ولكن إلغاء الأمر أنا أظن بأن هنالك يجب أن يكون تحرك شعبي واسع وليس فقط واسع، ويوجد أرض خصبة عند الدروز لتحويل مثلا كمرحلة أولى لتحويل التجنيد الإجباري من إجباري إلى طوعي. واليوم المؤسسة الإسرائيلية أساسا هي أمام مشكلة مع الشباب الدرزي، يعني هنالك فارق ما بين الإعلام العسكري الذي يتحدث على أن هنالك 82% من الدروز يتجندون، وبين الإحصائيات الواقعية التي تطرح مثلا في مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي التي تتحدث أن هنالك أكثر من 49% من الشباب الدرزي الواصل لجيل التجنيد متهرب. يعني هنالك إمكانية سنواصل النقاش، ولكن دعونا أولا نشاهد هذا التقرير الذي يستعرض سبل محاصرة إسرائيل للفلسطينيين الدروز وممارسة القمع ضدهم. لم تقتصر وسائل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لعزل الدروز العرب عن امتدادهم العربي على إجبارهم على التجنيد العسكري فقط، إنما تجاوزته إلى التأثير على بنية المجتمع العربي الدرزي اقتصاديا واجتماعيا. فمن مجتمع زراعي بالكامل قبيل نكبة عام 48 إلى أغلبية تعمل في قطاعات غير زراعية، وسبب ذلك مصادرة إسرائيل لأراض واسعة يملكونها، وهي نفس السياسة المنتهجة ضد سائر الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. ومن أجل تأسيس تبعية اقتصادية عقبت السلطات رافضي الخدمة العسكرية، ووجد الدروز أنفسهم غير قادرين على العمل في قطاعات غير مرتبطة بالمؤسسة الحاكمة. اجتماعيا عملت السلطات على صد كل محاولات التسييس الوطنية فوق الطائفية، من إصرار على الانتماء إلى الأمة العربية أو التأكيد على أنهم جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وعمدت إلى حل المشاكل التي تحدث في القرى العربية الدرزية عبر تكريس القيادات التقليدية من شيوخ ورؤساء عائلات كبيرة. رفض الخدمة الإجبارية هو مش إشي سهل، هو مش إشي هوين، هو يتخلل إنك توقف قدام مؤسسة كثير كثير قوية ومؤسسة بيروقراطية، ولازم لك نفس جدا طويل على بين ما إنك تأخذ إعفاء في الآخر، فمرات الإشي بياخذ أشهر، مرات الإشي بياخذ سنين.
ورغم تكرار ادعاءات السلطة بأن الخدمة العسكرية تمنح امتيازات لخادميها، إلا أن قرى الدروز العربية ما زالت تعاني من سياسات الهدم ومصادرة الأراضي والتمييز العنصري في المؤسسات الحكومية وغيرها. دكتور، حاولت إسرائيل بناء على التقرير وبناء على ما نشاهده حصر الدروز في السلك الأمني، في وظائف خاصة في الجيش وفي الشرطة. طيب، هل يتبع حصر مستقبل الدروز المهني في السلك الأمني مقولة سياسية ما، أي أن اليهود مواطنين درجة أولى والدروز درجة ثانية، وربما الفلسطينيين يعني المسلمين أو المسيحيين والبدو درجة ثالثة؟ واضح، أول شيء السياسة المتبعة كانت سياسة حصر اقتصادي كما ادعيت سابقا. الصفقة صفقة سياسية في الأساس، وبالتالي توجيه الدروز الذين في تلك الفترة كانوا مستضعفين وكانوا ضعفاء على المستوى الثقافي التعليمي، حصرهم في مجالات عمل ممكن أن تمنحهم مميزات معينة، مستوى اقتصادي عالي بدون الحاجة إلى الثقافة. هذا كان بدون شك جزء من سياسة واضحة بأنه خلق تمايز ما بين مستوى الحياة في القرى الدرزية والقرى العربية كان جزء من عملية الإقناع، عملية مأسسة الشروخات داخل المجتمع الفلسطيني. في نفس الوقت قامت المؤسسة كما قلت بسلب الأراضي وبمحاصرة القرى الدرزية على مستوى إمكانية التطور الاقتصادي، على مستوى تطوير بنية اقتصادية تعتمد على الزراعة. هذا طبعا عدم، وبالتالي ما بقي عند الشباب الدروز هو هذا المجال. حسب اعتقادي في الفترة الأخيرة هناك تحول كبير جدا في هذا السياق. يعني أولا أن سياسات المؤسسة فشلت على مستوى كبير جدا، خصوصا أن الذين يتجندون يواجهون أزمة بكل ما يتعلق بعمليات البناء، بعمليات التوسع القرى، حوصر القرى بشكل كبير جدا، حتى الجنود الذين يخدمون في الجيش يرجعون إلى البيت لا يوجد أرض يبنون عليها بيوتهم، وبالتالي يرون بدأت هناك وعي للفارق الكبير جدا ما بين سياسة التجنيد من جهة وسياسة المحاصرة من جهة أخرى. يعني هذا التمايز لم يعد فعلا حقيقيا؟ طبعا لا، يعني لم يكن ولا مرة حقيقيا، لكن الصورة التي صنعت وبناء الوعي. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن عمليات التثقيف داخل المدارس الدرزية عملت بشكل كبير جدا على بناء وعي من هذا النوع، لكن المفارقة المادية بين ما يحدث على مستوى التوعية وما يحدث على مستوى الأرض حسب اعتقادي هو مركب أساسي الذي يؤدي إلى التحول الذي تحدث عنه يامن. أن هناك اعتراض الآن بشكل واضح، لأنه رأوا الجنود الذين ذهبوا وأدوا الخدمة رأوا بأن السياسة اتجاه القرى الدرزية لا تختلف عن السياسة اتجاه القرى العربية، ولهذا سنستمر في هذا الموضوع. ولكن يامن، قبل ذلك سأدخل إلى موضوع الجيش. يعني تحاول إسرائيل دائما حتى من خلال الخدمة العسكرية وضع الشباب الدروز في موقع التماس مع الفلسطينيين في الضفة، لماذا برأيك؟ يعني هنالك السياسة الاقتصادية التي تحدث عنها البروفيسور، السياسة الاقتصادية السلمية، وهنالك سياسة تكوين الصور النمطية من أجل تفتيت المجتمع الفلسطيني أكثر وأكثر. فلهذا نرى بأن تقوم مؤسسة الأمن الإسرائيلية بوضع الشباب الدروز المجندين إجباريا في الجيش الإسرائيلي في مناطق التماس وفي مناطق الاحتكاك. فبالنسبة لابن القدس، من يمنعه أن يدخل ويصلي بالأقصى ممكن أن يكون درزيا، ومن يمنع ابن رام الله بأن يخرج من الحاجز فهو ممكن أن يكون درزيا ويتحدث معه أيضا أحيانا بلغته. من يحقق معه ممكن أن يكون درزيا، من يدعي ضده في المحاكم العسكرية ممكن أن يكون درزيا، ومن يقفل الزنزان عليه ممكن أن يكون درزيا. فأصبح بهدف تكوين الصور النمطية ابن الضفة وابن القدس عندما يسمع درزي يسمع احتلال ويوازي ذلك بالاحتلال، وهذا يؤدي إلى يعني توسيع الهوة ما بين الشرائح المجتمع الفلسطيني وبالتالي تفتيته وعدم الوحدة الوطنية. وهذه الوحدة يعني أساسا الشعبية والوطنية والالتفاف حول مشروع واحد، وأن نرى بأن هنالك لنا عدو واحد ممحوة من ذهن الفلسطيني في الداخل أو الدرزي أو حتى في الضفة، وبالتالي
الاحتلال هذا يساعد، هذا وقود لاستمرارية الاحتلال ولاستمرار تنفيذ وتطبيق المشاريع الصهيونية على المجتمع الفلسطيني. يعني دكتور أمل، تحدثت عن مصادرة الأراضي وانعدام خرائط هيكلية، هل إسرائيل من خلال هذه الممارسات تحاول حصر الدروز في قرى درزية لتحقيق سياستها، سياسة فرق تسد؟ دعيني فقط ملاحظة بسيطة حول تصنيع العداوة، ما يمكن تسميته تصنيع العداوة داخل المجتمع الفلسطيني. خلق العداوة داخل المجتمع والاحتراب الداخلي وجزء يتجزأ من الاستراتيجية منذ قبل 48 وبعد 48. يعني المؤسسة الصهيونية دائما غدت واستغلت التعددية المفروض أن تكون إيجابية داخل المجتمع الفلسطيني وحولتها إلى عداوة داخل المجتمع الفلسطيني يصب في صالحها. هذا من جهة. من جهة أخرى واضح جدا بأنه عمليات الحصار، وممكن تسميتها عمليات الحصار، الحصار ليس فقط على مظاهرة أو حصار على حراك شعبي هذا أو آخر، وإنما الحصار على القرى العربية بما في ذلك القرى الدرزية واضح جدا، إما من خلال إقامة شوارع رئيسية كبيرة جدا تحاذي البيوت العربية من جهة، وإما إقامة مستوطنات يهودية من أطراف أخرى، وبالتالي خلق نوع من الجيتوهات المفصولة بعضها عن بعض. وهناك استراتيجية أمنية خلف الموضوع، يعني واضح جدا بأنه إقامة المستوطنات في سنوات السبعينات هدفها لم يكن ديموغرافي في الأساس، وإنما هدفها كان أمني، وضع مستوطنات يهودية على أعالي الجبال في الجليل لمراقبة القرى بما ذلك القرى الدرزية. فنحن نرى بأنه المجند الدرزي الذي يذهب إلى رام الله أو إلى مناطق أخرى بما في ذلك خلال الحرب على لبنان، في لبنان الذي يعود إلى البيت يعود إلى مكان هو منقطع تماما، أو تقوم عمليات القطع لهذا المكان عن حيز العام وخلق تواصل يهودي بين المدن اليهودية. هناك عملية حصر واضحة، تواصل يهودي، تقطع فلسطيني بما في ذلك القرى الدرزية. هذا الحصار هو نوع من الإخضاع الاقتصادي الثقافي الجغرافي وما إلى ذلك. يعني واضح جدا بأنه وينعكس أيضا على الخطاب السياسي. حسب اعتقادي هناك بنية مادية لمنظومة أو للبنية الفوقية الإسرائيلية للفكر الإسرائيلي، البنية هي أمنية اقتصادية في نفس الوقت، يجب أخذ التمازج بهذا الاعتبار. وهنا حسب اعتقادي المستقبل البعيد هناك واضح جدا بأنه الوعي الدرزي أخذ يتكون بشكل ليرى أن هناك تناقض كبير جدا بين تجنده للجيش من جهة وواقعه المادي من جهة أخرى. نعم. وبالتالي هناك تسرب كما تحدثنا سابقا، هناك ما يقارب على الأقل حسب اعتقادي 50% من المجندين يتسربون من الجيش بأشكال مختلفة، إما من خلال التدين، إما من خلال عوامل طبية، وإما من خلال الرفض السياسي. نعم. يمن تحدث دكتور أمل عن الوعي، ولكن فعلا يعني إسرائيل لها يعني تخصص منهاج تعليم خاص للدروز. أولا ما الهدف وماذا يشمل هذا المنهاج؟ يعني هذا المنهاج الذي فرض سنة 76 على ما أظن هو جاء بأعقاب لجنتان حكوميتان، هما لجنة شحترمان على ما أظن ولجنة بن أور بندور، التي اللتان أيضا يعني قامتا بأعقاب التحرك الشبابي الدرزي في حين لجنة المبادرة الدرزية التي أنزلت رابين من على منصة مقام نبي شعيب لكونه يخاطب المجتمع العربي ويهدد العالم العربي من على منصة مقام نبي شعيب. فهذه الأحداث التي كانت أحداث قاسية وتم اعتقال العشرات من شباب لجنة المبادرة الدرزية، وهي حركة في حين التي حتى الآن قائمة التي تناهض التجنيد الإجباري، بأعقاب هذه الأحداث أقاموا هاتان اللجنتان، اللتان يعني فحصتا كيف ممكن أن نسلخ الدروز أكثر عن المجتمع الفلسطيني وعن القضايا العربية. دكتور أمل، كيف يساهم هذا المنهاج في سلخ الدروز عن هويتهم العربية الفلسطينية؟ يعني أولا يجب أن نعرف أن الهوية مسألة بناء، الوعي يبنى من خلال عملية تثقيف متسلسلة، وواضح جدا بأنه المؤسسة الإسرائيلية من أكثر المؤسسات تجربة وحكيمة في هذا المجال. يعني إذا خلقت وعي يهودي مشترك لمجموعات يهودية ليست لها علاقة مع بعضها البعض على مدار سنوات في كل العالم، بالضبط، لا شك أن لها القدرة والكفاءة بأن تخلق وعي لمجموعة مستضعفة من المجتمع الفلسطيني. الدخول إلى المدارس كان هدفه الأساسي هو تصنيع هوية
مختلفة ذات ركائز تاريخية، ذات ركائز أخلاقية، ذات ركائز أدبية، وذات ركائز سياسية مختلفة عن المجتمع العربي، ونجحت إلى درجة معينة. كما قلنا هناك قطاعات ترى نفسها درزية إسرائيلية أكثر ما هي عربية، وإن كانت يعني توافق نفسها أيضاً بدون شك، وإن كانت يعني تعتبر أن اللغة العربية لغة الأم لها، هذا يعني أنها تنتمي إلى القومية العربية. هذا التناقض الداخلي داخل الوعي الدرزي حسب اعتقادي هدفه الأساسي اثنين: السلخ أولاً، وثانياً خلق عدم ثقة بالنفس وزعزعت الثقة بالنفس عند الشباب الدروز، لأنه حسب اعتقادي تجربة الحركة الصهيونية مع الدروز، وهنا أريد أن أصلح التقرير الأول، بأنه في سنوات الثلاثينات كان من الواضح بأنه حتى 48 كان من الواضح بأنه هناك قدرة للشباب الدروز للانخراط في عملية المواجهة مع المؤسسات الصهيونية، وهذا ما قاله تفوق في كثير من الحالات التزام جماعات عربية أخرى، وبالتالي استهداف الدروز كان له أيضا هدف عسكري، واستغلال الاختلاف الديني المذهبي بعض الشيء من أجل الموضوع، بناء الهوية الدرزية على الدين الدرزي، واستغلال مبدأ التقية من أجل إقناع الدروز بأنه هذا السلوك الديني الأساسي. طبعا هذا يعني بأن المثقفون اليهود دارسون بشكل عميق يعني للثقافة الدرزية وللدين الدرزي من أجل استغلاله بهذا الشكل. وهناك تعاون، جملة أخيرة بهذا السياق، هناك تعاون من داخل الطائفة، يعني لا يمكن أن نتهم المؤسسة للأسف فقط. دهمنا الوقت. أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب ومدير مركز إعلام للبحوث والحريات الصحفية بروفيسور أمل جمال، والمحامي والناشط ضد تجنيد العرب الدروزية من زيدان، شكرا لكما. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة من الخط الأخضر التي ناقشنا فيها محاولات إسرائيل سلخ العرب الدروز عن هويتهم العربية والفلسطينية بشتى الطرق. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل وزاوية أخرى من الخط الأخضر.